تعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها لترند للبحوث والاستشارات، والتي قمنا بها باستضافة عدة شخصيات هامة وشريحة واسعة من المهتمين بالثقافة. شارك ترند في أكثر من 50 إصداراً منوعاً وهاماً يضم عدة مواضيع مختلفة، لاقت إقبالاً كبيراً من رواد المعرض. نشكر القائمين على معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 30 لاستضافتنا بين 800 عارض من 46 دولة مختلفة وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.